جعفر العمدة، احذر، المسلسل فيه سم قاتل بس ممتع. احلى مسلسل هندي مصري ناجح قاتل، هي التركيبة كده على بعضها. اغلبنا شافه ولكن معظمنا بيسأل، هو احنا حبينا المسلسل ده ليه؟ هواي احنا حبيناه. هقولك، لانه مسلسل ما بيهدفش لاي شيء سوى التسلية والمتعة والتشويق والإثارة. مسلسل مش هدفه لا يدعم أي قيم إيجابية ولا يدافع عن أي قضية أخلاقية ولا يناقش أي موضوع جاد، هو مسلسل بيجمع عناصر الفانتازيا المختلفة. رجل قوي بدنيا، وسيم شكليا، ثري ربويا من الربا يعني، مصلي دينيا، مسيطر مجتمعيا، مشبع نسائيا، جوز أربعة، حنون إنسانيا، بطل ملحميا. أيوة، كل ده ماله؟ بيدخل في صراعات وينتصر فيها تباعا رغما عن شراسة المنافسين وخديعة المحيطين، سواء من أهل حتته أو حتى من زوجاته. شايفة أن هي يعني من وجهة نظري شوية بتدعم قيم مش حابة ان هي تدعم في المجتمع، ولكن الناس اعجبت بالحبكة الدرامية. بالنسبة لنا احنا عارفين من البداية انه عنده قضية عادلة، الا وهي البحث عن ابنه المفقود منه من 19 سنة. لو حضراتكم تفتكروا، دي كانت نفس صيغة افلام أميتاب باتشان الهندية في الثمانينات. عزيز المواطن، اسحب كرسيا واقعد، فأنت أمام عمل درامي فانتازي مسلي وممتع ومشوق ومثير. طبعاً لابد من إدخال التغييرات بقى الأسطورية المطلوبة على ملامح البيئة المحيطة بالبطل. يعني أكيد لا حي السيدة زينب اللي احنا شفناه في المسلسل ده ليه علاقة بالواقع، ولا أهل السيدة زينب ليهم أصلاً علاقة بالموضوع، وهم عاملين يتفرجوا كده يقولك هو احنا الناس دي؟ هو الحاجات دي عندنا؟ هو الراجل ده موجود؟ إيه ده؟ هي فين الشرطة؟ هي فين الحكومة؟ هو فين أي هو مفيش حد بيعمل حاجة في المنطقة دي إلا بأمر جعفر العمدة؟ ما عندناش حد من النموذج ده. أنا بعرف ناس من حي السيدة زينب تحديدا. الهيئة الناس مش شايفة إنه النماذج دي موجودة، بل بالعكس شايفة إنه النماذج دي بتسيء ليها على كافة المستويات، خاصة إن أنت يعني بتصور حي شعبي. وحتى الـ 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 البنات والشابات اللي في المناطق الشعبية دلوقتي بقوا بيطمحوا وبيكون كل هدفهم انها تحقق مراكز عاليه. الابداع او نقيد خيال المؤلف والمخرج بان انا اطلع لك صوره طبق الاصل من الطبيعه. احنا في النهايه احنا بنجتهد، او المخرج والمؤلف بيجتهدوا ان هم يطلعوا حاجه في حاجات ممكن تكون مش موجوده في السيده، وفي حاجات ممكن تكون موجوده في السيده. لكن هو شايف كمخرج للمسلسل وكمؤلف للمسلسل أستاذ محمد سامي إن كل ما في بيئة السيدة زينب المصنوعة في المسلسل بتتحرك لإثبات إن جعفر اللي هو الأستاذ محمد رمضان هو كبير المنطقة، الراجل المتجوز بأربع نساء جميلات يعشن سويا وتصعد واحدة منهن كل ليلة وفقا لجدول، ورغما عن هذه المهانة المحتملة لكنهن لا يقدرن على فراقه. كان في الحقيقة يعني إساءة جدا جدا للمرأة، فكرة الجدول، احنا بنرجع تاني للحرام لك، للذكورية الشعبية المصرية، يعني اللي احنا يعني انا وجداتي الحقيقة رحلة كفاح طويلة جدا ان احنا بنحاول ان احنا يعني نقاوم ده، او يعني ننهي الصورة دي للأسف الشديد، يعني اللي هي اصلا مش منتشرة في المجتمع المصري. ينتقم من اعدائه حينا ويرحم اعداءه حينا، وفقا لحكمة بتخرج من فمه احيانا. كل افلام الشعبي في العموم او بمعنى الكوميرشال، تعال نقول اللفظ، الافلام الكوميرشال هي بتعتمد على الحدوته دي. انت في عندك حاجه بتدور عليها، حد مخطوف، ثروه بتدور عليها، مش عارف، لازم رحله البحث دي، وبتقابل معوقات، بتقابل عصابه، بتقابل مش عارف ايه طول الوقت ده، وبتقعد يعني سواء فيلم او مسلسل. طبعا ثراءه ده يمكنه من تحقيق الكثير من طموحاته،
الحياه زي افلام الكرتون بتاعت زمان، بيضرب يعني الاعداء ويهنهم، ويعني احنا بنعتقد من ان لاخر انه خلاص بقى اتقضى عليه وانه اعداء انتصروا. لا، يقوم البطل المغوار من تحت الركام لينتصر على الاعداء ويحقق الاحلام ويتجاوز التحديات، ومن تحت الرماد ومن تحت الحطام يثبت لنا انه قوي عشان ينصر الضعيف، يساند المظلوم، يرد الحقوق. ثعلب اقوى من كل الثعالب، اسد اقوى من كل الاسود، بيخوض المعارك بقى بالايد بالسلاح بالعربيات، يعني في كل الاحوال هو قوي. دي الفكره اللي بتبيع. لا للاسف يعني الحقيقه مش يعني بدليل انه في مسلسلات تانية الحقيقه ما تعمل لها يعني كانت بتتناول افكار تانية وافكار يعني ايجابيه جدا جدا، وما كانش بيتم التسويق ليها زي ما بيتم التسويق الحقيقه لمسلسل جعفر العمده. طبعا هنا في تمصير يعني خليتها مصريه لفانتازيا الافلام اللي بتعتمد على البطوله، سواء افلام هنديه او غيرها. فكره البطل الملحمي، المراهقون بيحبوا النوعيه دي من الناس، العاجزون بيبقى نفسهم في الشخص اللي بتحبه الستات دي ويتوحدون معه، يحس انه انتصاره هو انتصارهم، فتبقى قضيته قضيتهم واهدافه اهدافهم واعداؤه اعدائهم. احنا بنتكلم على فكره البطل الخارق اللي يضرب حد فيطير قدام، واللي يعمل مش عارف ايه، يعني ما هو ده مثلا موجود في افنجرز مثلا. طبعا المؤلف والمخرج محمد سامي راجل ذكي جدا جدا جدا، عنده ادوات التفصيل بتاع تفصيل الشخصيه والاخراج والديكورات والاضاءه والسيناريو، كل ده معمول بطريقه ذكيه جدا. المخرج محمد سامي ده عنصر كبير جدا من عناصر النجاح، هو من اكتر المخرجين اللي بيشتغلوا على الممثل. محمد سامي عنده انتاجيا قدرات انه يقدر يعمل حاجات مش عند المخرجين التانيين. اعاد انتاج فكره البطل الملحمي بتاعت زمان، بتاعت فريد شوقي وعادل امام في مرحله من المراحل، فكره الشخص القوي اللي بينتصر للحق في بيئه مليئه بالظلم. خلطه البطل الشعبي دي بتنجح مع الجمهور في كل العالم، في كل الدنيا هي موجودة. لا، ولازم هتلاقيها في السينما التجارية الأمريكية، هتلاقيها في السينما الكورية، هتلاقيها في السينما، حتى في السينما الأوروبية الجديدة. مقادير الطبخة مظبوطة من الناحية ده، زي ما كده بيقول أحد النقاد: دمعة، ابتسامة، ضحكة، آهة، أكشن، حركات، نساء، علاقات، تنفيسات، أحقاد طبقية، تغذية لخيال قصص الثراء الشعبي والفحولة اللي في الإطار الحلال، صورة لشخص نحب إن إحنا نكون زيه، أو على الأقل في بعض جوانب شخصيته. زي ما قلت لكم، تسلية ومتعة وتشويق وإثارة. تخيل يا مشاهد كده، اشترى مطعم كامل لأنهم اشترطوا عليه إنه يلبس بدلة رسمي، وهو كان لابس جلابية بلدي. يا له من ثراء، يا له من ثري يتعامل مع العام مع المال كما يتعامل أحدنا مع فضلات الطعام. يعني من الآخر كده الراجل فانتازي، مش فاهم معاه أي حاجة في أي حاجة. وأكبر دليل لنجاح هذا العمل هو تفاعل الناس معه، حتى لو كان التفاعل ده مصطنع وأحيانا بطريقة مثيرة للضحك. زي مثلا إيه، تبص تلاقي واحد كده يروح جاي حاطط لك يافطة ضخمة جدا، يقول لك نحن نتعاطف مع مبروك خروج الحاج جعفر العمدة من السجن على سبيل المثال. أفشى من القفشات، لكن فكرة القفشة دي إيه؟ إنك تصور الأمر على إنه الناس في الشارع ماشيين مع المسلسل وبيتابعوا فقراته. المسلسل ما كانش محقق مشاهدات في الأول، بس نشر المقاطع على السوشيال ميديا سحب الناس. بعد كده هم بقت كل الناس بداية من النص الثاني بتتفرج عليه. إنما أكتر من كده، ابتدى الناس يتهموا هذه النوعية من السوشيال ميديا لما بتركز قوي على يافطة معمولة أو حد في اسكندرية نازل يوزع شربات على الناس عشان المعلم جعفر العمدة خرج من السجن. يقولك ما هي أصلا ممكن يكون هم الناس اللي أنتجوا المسلسل، هم اللي عملوا القصة دي. وده جزء مهم جدا، إنه بعض الناس بيشيروا لأنه هذا العمل دونا عن بقية الأعمال اللي عرضت في رمضان خد مساحة ضخمة جدا من التغطية على السوشيال ميديا، أحيانا بفبركات
علشان تلفت الأنظار للمسلسل ولمشاهد هذا المسلسل. المحلات او المطاعم او السوبر ماركتات هي اللي بتكسب الترند على حساب جعفر العمده مش العكس. وضع المأساة في قمة الملهاة بتقرب العمل من الناس. يعني ايه المأساة؟ يعني انك تحس انه في قضية اخلاقية ضخمة بيناضل من اجلها المسلسل، وهي انك انت تلاقي ابنك. ما هو انت هنا المشاهد المتوحد المتعاطف مع البطل، وفي نفس الوقت بتلاقي حاجات فانتازيا كتير بقى في النص. الإنسان اللي بيملك كل شيء ولا شيء في نفس الوقت بيديلك إحساس بأنه حتى الناس الأغنياء مهما كانوا أغنياء، الناس الأقوياء مهما كانوا أقوياء، برضو في حاجة ناقصاهم. كل بطل بطولته ناقصة، وكل قوي ضعفه بارز، وكل واحد بيملك المال والسيطرة وإشباع الشهوة، لكن ممكن جدا يحرم من حاجة مهمة زي اللي حرم من ابنه. ومع ذلك نحن نعلم جميعا ويقينا أن بطلنا سينتصر في النهاية، وإحنا حتى عارفين اللي هو مش عارفه. تسلية ومتعة وتشويق وإثارة. المسلسل الحقيقة فيه جوانب سلبية كتير، بس الناس ما فكرتش في هذه الجوانب السلبية لأنها كانت بتتفرج. من هذه الجوانب السلبية أولا سلسلة تسليع المرأة، سلعة، إن المرأة بقت سلعة، أو حد تاني يقولك تشيء المرأة، إن المرأة شيء. الناس اللي بتفكر بمنطق سوي، مش لازم يا عم تكون مدافع حقوق المرأة، إيه اللي خلى المرأة بقت شيء كده؟ إيه اللي رجعنا تاني لعصر شهريار؟ أكيد حتى في المخيلة العربية ولفترة طويلة كان الصورة دي موجودة. شفت في إساءة شديدة جداً لصورة المرأة المصرية، يعني تنوع، يعني مش عارفة الحقيقة هم يعني مزجوه إزاي في 2023، خاصة بعد تطبيق مصر لاستراتيجية 2030 لتمكين المرأة بقى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بس أنت في المقابل أنت عندك أعمال تانية زي تحت الوصاية وزي عملة نادرة وزي مذكرات زوج وغيرها بتحاول تدي المرأة حقوقها. مثلا لما عرف زوجاته التلاتة على زوجته الجديدة اللي هي عايدة، وكان نظرتهم ليها كده ايه اللي جاية دي، كأنها حاجة يعني. وساعتها صفصف أم جعفر قالت لها دي مش شبهنا، رجعها، كأنه اشترى بنطلون ومش على مقاسه، يا عم رجعه، جاب حاجة مش مناسبة. وبتقول له كده، بتقول له رجعها من المحل اللي انت اشتريتها منه. الحقيقه انا كراجل بتفرج بقول عيب 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 عيب. اللوحه الخضراء دي اللي محطوط عليها جدول لقاءات زوجاته خلال الاسبوع، طريقه مهينه، والبنت تطلع في ميعادها او الزوجه تطلع في ميعادها. في الاول اداك مبررات للتعدد، مبررات واضحه للتعدد، ومش هو اصلا المحور بتاع المسلسل، وبعدين عالج الموضوع ووراك ان في النهايه الافضل هي واحدة. نموذج البطل الشعبي اللي بيمثله رمضان طول الوقت لازم يبقى هو البطل المحبوب الستات، البطل اللي أي ست تعمل حاجة ما تعجبوش فيقرر إن هو يطلقها أو يضربها. ودي حاجة بتسيء للمرأة، شايفة إن هي فيها إهانة، تنتقص من حق المرأة، فمش فاهمة ليه إحنا يعني مصرين إن إحنا نعملها. ولو إن هو المسلسل جه في الآخر الحقيقة، وإنه يعني الزوجات في ثلاث زوجات الحقيقة، والثلاث نماذج أنا شايفة إن هم ثلاث نماذج إيجابية في رفض إن هم يكونوا يعني على ذمة راجل واحد. يعني الحقيقة رغم إنه المسلسل جه في آخر أربع حلقات وحاول يتبنى لغة تصحيحية بعد الانتقادات العديدة اللي وجهت له، بالذات فيما يتعلق بموضوع تعدد الزوجات، وكأنه اعتذار عن واقع معيب وخطأ كبير وقع فيه البطل، لكن في النهاية ظلت هذه الصورة سلبية جدا جدا جدا، خلاص ارتبطت بهذا المسلسل. ومع الأسف الشديد مش بسهولة هنرجع تاني لمرحلة ما قبل هذا المسلسل. في معاملته مع زوجاته هو شخص يتحب، يعني هو كان حنين على كل واحدة فيهم وكان بيتعامل مع كل واحدة فيهم بشكل لطيف، بدليل ان هو يعني بعض الناس اخذت قالت هو جعفر العمدة طالما هو شخص قوي كده او شخص ده، هم ازاي زوجاته بتخرج براحتها؟
يعني الناس يمكن تكون متشدده اكتر من جعفر العمده نفسه. لا هو يعني بيثق في زوجاته، بيتحركوا بيروحوا بيجوا، ما فيهاش اي مشكله. المشكله الثانيه اللي بتواجه هذا المسلسل هي فكره الترند من اجل الترند. صناع العمل ما عندهمش نظرية أخلاقية ولا رؤية فلسفية، وهم ما نسبوش لأنفسهم أي حاجة من الحاجات. هم يتعاملوا مع الموضوع بمنطق إحنا بنقدم عمل درامي علشان يتشاف، وما الدليل على ذلك؟ إنه يبقى ترند. مش بقى ترند خلاص يبقى إحنا نجحنا، حتى لو ما فيش أي محتوى، حتى لو ما فيش أي مضمون. الموضوع لا قيمة أخلاقية مضافة، ولا فن يتخطى الزمن، ولا نقد اجتماعي لظواهر سلبية، ولا تحليل لواقع يحتاج فهمه، ولا اشتباك مع ظرف يتطلب معالجة حكيمة. كل ده كلام فاضي، ده بتاع ناس مثقفين وناس يعني عندهم قضايا وبتاع، ده انت هتعمل لي فيها نجيب محفوظ؟ القضية عرض وطلب، توتو على كبوته. زي ما كده بيتكالب الأطفال على بومب العيد في العيد، أو الناس تتكالب على الفسيخ في شم النسيم، الموضوع خلص. عند ناقدي هذا المسلسل شافوا انه عمل بلا مضمون فعلي، نقد غائب عن اي موقف، وموقف بلا هدف مجتمعي، ومجتمع متشوق للفانتازيا، وفانتازيا ممتعه لمتعه مطلوبه، وطلب شديد على الوهم لان الوهم افضل من الواقع. لذا هو عمل بعيد عن الواقع، مسلي متعه اثاره تشويق إنما تشوفوش مرتين، هي مرة وخلاص، شوفته وانتهى الموضوع. الهوك اللي كان شدك في الأول خلص، فخلاص انت انت حد فينا شاف البرنس مرة تانية، حد شاف فينا شاف الأسطورة، حد فينا شاف زلزال، حد فينا شاف قبيشة، ما فيش، خلاص هو الموضوع انت شفته مرة والموضوع خلص خلاص على كده. المشكلة الثالثة اللي مع هذا المسلسل كانت التكرار. التكرار بيقول بعض ناقدي العمل انه عمل مكرر. الفكره الرئيسيه كده فكره رحله البحث عن الابن الضائع، يعني حتى محمد سامي ومحمد رمضان قدموها في مسلسل البرنس، والفارق الوحيد انه كان بيدور على بنته، يعني مش بيدور على ابنه. وطبعا يعني الثنائي طبعا نجحوا مع بعض في ان هم يخلقوا ترندات، لانه هو دي الكلمه اللي ناجحه طول الوقت يا فندم. انت هتلاقي ليام نيسون مثلا، ما هو بيعمل اختطاف بقاله كام جزء، هو نفس الحدوته. انما في النهايه لما تفكر، طب ايه بقى الجديد؟ طب ايه الموضوع؟ طب مين استفاد ايه؟ هم استفادوا كممثلين وصناع العمل انهم عملوا عمل ترند، واحنا استفدنا كناس بنشاهد انه احنا اتسلينا. انما هل في حاجه اتعلمناها؟ لا. فكرة الرجل الفالنتينو دي المتجوز من 4 ستات ويتنافسنا في إرضائه وكلام زي كده، ويعني حتى بالعودة والمقارنة بأعمال أخرى هنجد إنه لا جديد، برضو تكرار لنفس أفكار سابقة. الرجل المزواج بتلتف حوله النساء وتتعدد العلاقات إلى آخره. هنا يعني طبعا مع الأسف الشديد الصورة ده هي بالذات مع تكرارها وتواترها بتخلينا بقى في بالنا الرجل النرجسي المتخفي. هو نرجسي فرحان بنفسه بقى، متباهي بثروته إمكاناته سواء المادية أو البدنية، بيصدر للناس شخصية الطاووس، بس طاووس قوي بتلتف حوله النساء، ويعني سلوك ناتج عن عدم الوعي بثقافة مجتمع عايز يتغير، مش عايز يكرس لنفس الفكرة ان انا الواد الشديد، الواد البت الفتة الهت، البنات بتجري ورايا والستات عايزة تتجوزني وتقبل ان انا اقابلها مرة في الاسبوع والكلام. طبعا للأسف الشديد بعض الفتيات بالذات المراهقات، يعني المسلسل ده هتلاقيه نجح قوي عند المراهقين والمراهقات، لانه بيصدر لك فكرة الرجل اللي يعني القوي الجامد كده، الطاووس اللي بيظهر سلطته وقوته، مصدر امان وحمايه للستات حتى لو كانوا اكتر من واحده. طبعا ده كل ده خلى الناس بتتعامل، او بعض الناس تتعامل مع محمد رمضان على انه شخص لا ينجح الا بتكرار نفس التيمه بنسبه كبيره الحقيقه. وانا بعتقد يا استاذ معتز انه الفكره دي نوع من انواع الافلاس، يعني انه يعني ما فيش افكار جديده. في فكره كده زمان يقول لك ايه، الانفد ما عندوش غير حيله واحده، يروح لافف نفسه كده مكعور راسه مطلع الشوك وخلاص. بيقولوها بالانجليزي لك وان تريك بوني، بوني اللي هو الحصان الصغير كده، هو بيقعد يتمشى كده وخلاص، وهي دي اخره، يعني مفيش حاجه يقدر يعملها اكتر من كده، ده اخر شيء ممكن يوصل له لانه ما عندوش حاجه يقدر يعملها. فهو ده عايز تنجح يا محمد رمضان اعمل الصيغه ده، هي خلاص هتنجح بس خلص الموضوع. انما هتكررها كم مره، يعني المره دي المره اللي بعدها، في الاخر خالص هي نمره واحده بحبكه واحده وهتخلص. هل المسلسل ده ملوش اي فوائد؟
بعرفش انا نظرتي ليه اجمالا ما كانتش ايجابيه قوي، وشايف ان هو مفتعل جدا، وشايف ان القصه خاليه اكتر من اللازم. مره اخرى لو كانت تسليه وتشويق ومتعه واثاره مفهوم، لكن في حد عمل حاجه ايجابيه وانه مجموعه من الشباب فكرت كده. طيب ما هو يمكن تكون القضيه دي قضيه فعلا تستحق ان احنا ندور لها على حل مبتكر. فقالوا طيب مش في اطفال بتتلاقى امام جوامع، امام كنايس، في الشارع، امام دور ايتام؟ طب ما نعمل لها دي ان اتست ونحطه في قاعده بيانات، وفي نفس الوقت اي واحد يروح الاسم قسم الشرطه ويبلغ يقول والله انا فقد مني ابني او فقدت مني بنتي، نعمل لي برضو دي ان اتست، نعمل له اختبار نسب وكلام زي كده، ونعمل ماتشنج نشوف ده مع عديد. فممكن نقول والله لو احنا عندنا قاعده بيانات للعيال المختطفين او اللي يعني مش عارف اقول ايه اللي لقيناهم في اي حته، والناس اللي بلغت ان عيالها ضاعت منها، ممكن اه الطفل رقم 124 هنا هو اللي بيتناسب مع المبلغ رقم 4800 هنا، يبقى ده ابن ده ونخلص من المسألة. فكرة جيدة يعني، طبعا ده ما كانش مقصود يعني، ما اعتقدش ان العمل كان هدفه ده، انما اوحى للبعض ان احنا ممكن نعمل كده، وفعلا مجموعة من الشباب طرحوا هذه الفكرة وشغالين عليها. الدراما من الحاجات المؤثرة بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 70% من ثقافة وقيم الشعوب، وهي اللي بتشارك في وضع النسيج القيمي للمراهقين والشباب. خليني أقول لحضراتكم أي مكان الوضع اللي انتهينا إليه، أتمنى إن إحنا نستمتع نتفرج نتسلى، إنما صعب قوي إن إحنا نتبنى القيم اللي كانت موجودة في المسلسل، بالذات وإحنا بنتكلم عن شخص مرابي بيشتغل بالربا، يعني ما عارفش بسبب الفايز اديك فلوس وترجعها لي باكتر من قيمتها، ده اصلا خارج الاطار الرسمي بتاع الدوله، القانون اصلا بيجرم هذه النوعيه من الافعال. اتنين يعني واضح انه انا مش عايز اقول ما بيعترفش بالقانون قوي، يضرب ويعور ويعمل واو لاخره، وفي الاخر كانه ما فيش دوله اساسا. ثلاثة زي ما شفنا رجل يعني مزواج وعامل جدول وحاجات غريبه كده. ايا ما كان ده مش المفروض يكون عليه الإنسان. أنك تكون شهم، أنك تناصر الضعيف، أنك أنت ترفع المظلمة عن المظلومين، أنك يكون عندك قضية عادلة في الحياة تتمنى أنك أنت تعيش من أجلها، كل ده شيء محترم. أعزائي المشاهدين، حاولنا نعرف أكتر عشان نفكر أحسن، يمكن نغلط أقل. قولوا يا رب.